سجن جو يعود مرة أخرى إلى دائرة الأضواء المحلية والعالمية بعد مرور قرابة العامين على الانتفاضة التي اندلعت فيه احتجاجا على تردي أوضاع المعتقلين السياسيين، إذ أثار قمع السلطات الوحشي للمنتفضين موجة من الاحتجاجات الدولية كانت أبرزها تلك التي صدرت من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتابعة لهيئة الأمم المتحدة. In Bahrain, dozens of detainees have reportedly suffered torture and ill treatment, including in the Jow prison. هذا السجن يضم عدة آلاف من الناشطين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام جائرة بالسجن لمدد طوال، ومن أبرزهم قادة ورموز ثورة 14 من فبراير، وقد فرضت فيه السلطات إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون هروب السجناء منه، ومنها إحاطته بالمدرعات وبناء أسوار عالية حوله فضلا عن وقوعه في منطقة نائية. إلا أن السلطات الخليفية أعلنت يوم أمس نجاح 10 سجناء محكومين بالسجن لفترات طويلة في الهروب من السجن بالرغم من تلك الإجراءات المشددة، اعتراف يعني إقرار السلطات بانهيار منظومتها الأمنية ويعكس قدرة الشباب البحراني على اختراق إجراءاتها الأمنية المشددة وإسقاط ما تبقى لمؤسساتها الأمنية من هيبة. وبانتظار انجلاء الغبرة، فإن السلطات الخليفية وعبر اعترافها بوقوع مثل هذه العملية فإنها كشفت عن عجزها عن الوقوف أمام إرادة الشباب البحراني التواق نحو الحرية، والذي لا يملك من سلاح سوى إيمانه بعدالة قضيته، وهو السلاح الذي هزم جيوش السلطات ومرتزقتها وداعميها الكبار. In some cases, seeking our support to help them reform. For example, their police force, their judicial system, their prison service, to gradually improve the standards and bring it closer to what we would expect to see.